بسم الله الرحمن الرحيم. الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ووكالة أضرار. الهدف نتاع المشاركة نتاعنا في الصالون الطبعة السادسة نتاعو هو باش نعرفوا حاملي المشاريع مراحل تاع إنشاء المؤسسة، كيفاش يلتحقوا بالصندوق وباش ينشئوا المؤسسات نتاعهم، واش هي الامتيازات اللي منحها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لهذه الفئة اللي باش يحققوا المشاريع نتاعهم على أرض الواقع. كان إقبال، كانوا زيارات خاصة بالتلاميذ تاع التكوين المهني، داروا زيارة. كاين زيارة تانية تاع المواطنين، عامة الناس اللي يحبوا يطلعوا على المراحل تاع إنشاء المؤسسات، وكاين تانيك زيارة اللي قاموا بها تاع الجامعات. هذه بصفة مجملة عامة الشعب اللي يحب يطلع ولا يعرف. كان كاين اقبال، مي على العموم يعني ما كانش هذيك الفئه اللي هي اللي رايحه تلتحق، ما عندهمش السن، يعني السن احنا ما يخفاش عليك انه السن من 30 ل 50 سنه، دونك السن القانوني للاستفاده من المشاريع. احنا نمولوا كل المشاريع التي تدخل في اطار الانتاج، الخدمات، كل القطاعات يعني بصفه مجمله. وعطينا طبعه خاصه ولا تحفيزيه للحاملين المشاريع في القطاع الفلاحي، لانه القطاع هو نتاع الساعه هذه، خاصه مع الازمه البتروليه. لا احنا قبل ما يحدث نتاع انخفاض نتاع سعر البترول كنا توجهنا، علاش؟ لانه خصوصيه المنطقه، وكانوا في عقود امتياز اللي توزعوا للشباب هنايا، تكفلنا بهم في اطار القانون وما يسمح به القانون على مستوى الوكاله. هذا هو بالنسبه احنا على العموم منذ انطلاق الجهاز حامل المشاريع على مستوى الوكاله الولائيه للاضرار مولنا حوالي ما يقارب 819 ملف و19 دوسي فينونسي، اللي خلق مناصب شغل 2045 2045 بوست دونك الوكري. حقيقة بعد قبل من سنة 2004 حتى لسنة 2010 الملفات اللي تمولت على مستوى الصندوق كانت ضئيلة مقارنة مع الملفات اللي تمولت من سنة 2010 حتى 2015. علاش؟ لأنه كانت بزاف أمور اللي جرات، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص في الوثائق الإدارية، المرافقة تاع حاملي المشاريع، تخفيض نسبة المساهمة تاع حاملي المشاريع في حين أنه كانت 5% 10% 8%، ولات 1% 2%. يعني لما تكون تكلفة المشروع نتاعو أقل من 500 مليون راح يساهم حامل المشروع ب 1%، لما تكون كبر من 500 مليون حتى 1 مليار هنا راح يساهم ب 2%. هذه الأمور هي اللي خلات الناس أنها تلتحق في هذه الفترة ويدعوا الملفات نتاعها. المرافقة نتاعنا احنا تبدا حتى لتحقيق المشروع على ارض الواقع. كي يحقق المشروع على ارض الواقع عندنا مصلحة، هي مصلحة المتابعة، متابعة حاملي المشاريع. هذه المصلحة تبدا العمل نتاعها بعد التمويل، كي يتمول حامل المشروع يرافقوه في الميدان، يشوفوا واش هي الصعوبات نتاعو اللي يتلقاها باش نعطوه توجيهات، يشوفوا نديروا لهم ميم تكوين، نديروا لهم تكوين في مرحلة الانجاز وتكوين في مرحلة الاستغلال. يعني لو تيم تاع التكوين هذا سي جيرم كومون جيري فوتر اونتربريز، كيفيه التسيير تاع المؤسسه، كيفاش يسير المؤسسه نتاعو. هذا التكوين يبازي الاساس نتاعو هو سامبل بسيط، تكوين بسيط يساهم فيه حاملين المشاريع، كل واحد يحط الفكره نتاعو، المشكل اللي تلقاه بيناتهم، ويلقاو الحلول وحنا نديروا لهم التوجيه. هذا هو بالنسبة للتعامل الإلكتروني، وهذا هو اللي ركزنا فيه في الصالون هذا، باش نعطوه صورة جيدة لحاملي المشاريع اللي الناس باش تولي تعرفوا، خاطرش كاين اللي ما يعرفوش، كاين اللي راه ميجو حتى الوكالة يسقسوه وقال لا
بالرغم من ان درنا حصص في الاذاعه قبل، دونك يدخل مباشره عن طريق الانترنت www.knak.co.nz يلقى وين نسجل، وين نسجل يتبع المراحل تاع التسجيل تم، يفتح الايميل نتاعو، يفتح الايميل نتاعو، وعن طريق الايميل نتاعو نولوا نراسلو حنا، نعطوه موعد في التسجيل، يعمر واحد الاستثمارات، استمارات يعمرهم، من بعد حنا نعطوه موعد ما يفوتش 3 ايام باش يلتحق بالوكالة الايداع الملف نتاعو. لما يلتحق بالوكالة الايداع الملف نتاعو تولي تم ثاني المعاملة عن طريق البريد الالكتروني، نعلموه ها وقتاش اللجنة باش يجي يتقدم للجنة، ها وقتاش باش نمولوه قال مولناك او التموين نتاعك. هذه كل اجراءات تصب في صالح، وميم حنا نقلصوا من الوثائق الاداريه هذيك. هنا عندنا لو كيف نقولها لو كرواز مود فيشي، احنا شوف كاع اجهزه اللي وضعتها الدوله هي اليات تكميليه، واحد يكمل الاخر. احنا لاكناك نكملوا لونسيج، ولونسيج مع لونجيم كاع نصبوا في مجال واحد، هو خلق مناصب عمل ولا انشاء مناصب عمل صح التعبير. هذا هو عندنا بطاقه بيناتنا احنا، لما يدع الشاب الملف نتاعو احنا نتكفلوا بها، نشوفوا كيفاش شكون هذا الشخص مستفاد. الكرواز مود فيشي احنا اسمه الكرواز مود فيشي، نشوفوا الشاب شكون مستفاد من لونسيج، باسكو الا كان مستفاد من لونسيج ما يقدرش يدعم الملف نتاعو، لانه من بين الشروط ما لازمش يكون الشاب مستفاد من الدعم تاع الدوله في اطار انشاء مؤسسه. سي لا ميم شوز بور لونجيم، لا كناس، لا كاسنوس، يانير، كل هاد الاليات نديروا مراقبه باش نشوفوا نتحققوا الشاب فعلا راه بطال ما يمارس نشاط اثناء ايداع الملف نتاعو ولا راه يمارسه. هي تحديات كبيره بالفعل، ولكن في هذه السنه في سنه 2015 بدينا نلمس بعض النقص في ايداع الملفات. هذا النقص كان ناجم عن توجيه حاملي المشاريع للتكوين. ما يخفاش عليك في السابق كان يجيب شهاده عمل، كي يجيب شهاده عمل ويكون ديكلاري او نيفو دو لاكناس، ولا يجيب انوتر ديبلوم من ان ايكول بريفي ولا هنايا، كنا مباشره يدعم الملف نتاعو. ولكن من بعد ولا يجيب شهاده نتاع الغرفه نتاع الصناعه التقليديه في نشاط اللي ما يكونش نشاط حرفي، كنا نتكفلوا بهم. من بعد في 2015 ولينا نوجههم للتكوين المهني، كي ولينا نوجههم للتكوين المهني كان نقص في ايداع الملفات، ولينا نلاحظ نقص بدا في 2015 وراه وضح بصوره اجماليه في 2016. في نقص في ايداع الملفات. قلت طلبات خاطرش ما كانش طلبات. انا نطلب من حاملي المشاريع اللي بلغ العمر تاعهم بين 30 و50 سنه والراغبين في انشاء مؤسسه تاعهم ان يتقربوا من الوكاله الولائيه للصندوق الوطني للتامين على البطاله من اجل التكفل بالمشاريع نتاعهم. هذا واش نقول. شكرا. طب يا حمد.